شكرا شباب متابعي قناة علي كانون بفلوج جديد من مدينة النجف، وانتظرونا اشوف التفاصيل. بعد عناء طويل يلا وصلت مشي كل شيء 3 كيلوات يمكن 3 كيلوات مشيت الله يرضى جاي تعامل على التاكسي لا 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 ما احب السيف ما احب السيف والله ما احب حاليا احنا بشارع الكوفة، وبعد شوي راح نصير بشارع الكوفة بس اللي قدام شوي. يعني هو هذا نفسه شارع الكوفة، شارع الكوفة، لكن جسر، جسم الجسر؟ ما شارع الكوفة. جسم الله. مستشفى الصدر. لا خالق، هو هذا شارع الكوفة. مستشفى الصدر. هو هذا شارع الكوفة، وهذا جسر من شارع الكوفة. بعد شوية ما حامي، لا متغدي، لا متريق. لأن ما عاد بشغلة قوية. شوي. بعد ما تشوفوني ما أسولف. من اتغدى إن شاء الله كلنا نحكي. هذا شوفوه هو انا بس قال لي تعالي جيت قبل هو اذا نشرك قبل 5000 متابع خليه يشوفوك بلكي يصير 10000 15000 تعالك يا الله احنا بالنجف حاليا هسه احنا وصلنا سيدك العزيز راح ننزلك على الفيسبوك الله يسلمك وعلى تويتر وعلى اليوتيوب والا ادز لك المقطع فيديو اقول لك هاك شوف هاك وانت تشوف سمك ام بيت والله شوف شلون سوى الطماطم عاش سيدك والله عاش تيدك والله مشتغل قبل ساعة على بوت بيت يا الله العزيز 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 الحبيب الحبيب حي الله حي الله حي الله مجانا شنو اليوم يا مسلم مسوي لنا عزيمة ودعوة للديوانية لا طرسي للنجف وجايب لنا هاي حق مشكلات سمك اهم شيء السمك طبعا السمك شوفوا اهم شيء السمك مسلم يا منطقه النجف اخوي انا بحي النفط حي النفط وين صار هذا يبيعون نفط يعني يوميا شلون شارع الكوفه شارع الكوفه حي النفط فيه اسم نفط فلوس فلوس ليه نفط مسلم فرانك النجف محمد فرانك الله يبشر مش خاب حي الله للعنبر مهد الجواهري مهد الجواهري طبعا ثلاثتهم متابعين على اليوتيوب وسووا لي دعوه النجف ونشوف اجواء النجف هاي بساتين كوني شو الكوفه اجواها وجودك على الهواء خجلني حبيبي لا 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 خجلتني خجلتني لا كلش خجلتني كلش ولا ننسى العزيزه المره هاي جايه وياي كل شو لا هاي 5 دي جايه اهم شيء يعني هذا عندك الطرش يا حظي الفواكه جمالها من تم الاحمر يا حظي وسمة شوي يا حظي برتقال صابونه اصليه هاي الصابونه جايبها ما عجبه صابونه وماي اقول لك هاي ما تبيض بشره مو والله شغلك مضبوط كله مسلم شغلك كله مضبوط نتغدى ونكمل ان شاء الله نسوي لكم الغداء وبعدين نكمل الجوله نشوف وين راحونه بالكعيد بالزوراق نسوي لنا جولة تصوير ما انتبهنا له خلوكم ويانا نروح نصلي ونتغدى
ونرجعكم. لان السمكار قبل الصيانه. شوفوا هين راح اعطيكم سوالفهن بعد الصيانه. صالح الصيانة. خلصنا غدا ما شاء الله، ما خلينا شيء، حولنا الساحل الايمن وحولنا الساحل الايسر. الحمد لله والشكر بجهود الابطال. انا كل شيء ما اكلت لين ما اشتهي، بس الجماعه هنا الجماعه هنا عازميني كل شيء ما خلوا. ذاك بعد ما يلحق قام جاب بيبسي. ولينا تنتهي رحلتنا اليوم. لا راح نبكي. يلا يا ولد راح نبكي. شايات اكثر. لهنا تنتهي رحلتنا اليوم وينتهي فلوقنا في مدينة النجف. بقى بس ناخذ اخر صوتين، صف الحفارة ونطفر ونعوفكم بهذا الجو. باي باي.